السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هنبدا مع بعض ان شاء الله يونت 4 في السكند تيرم كل سنه وانتم طيبين يونت 4 عندنا في الكيمستري بيتكلم على برانش جديد في الكيمستري اسمه ثيرمو كيمستري ويونت 5 بيتكلم على نيوكليير كيمستري يعني عندنا في الترم ده ان شاء الله تو يونتس ثيرمو كيمستري ونيوكليير كيمستري وكل برانش فيهم ليه ديسكشن بيختلف عن الثاني تماما ثيرمو كيمستري احنا ديسكاس ريليشن بين كيميكال رياكشن اند هيت انرجي لان احنا نتعرف هنا في اليونت ده ان في رياكشن اسمها اكزوثيرميك رياكشن واندوثيرميك رياكشن عشان ناخد الكلام ده كله بالتفصيل لازم الاول uh, نتعرض لبعض uh, الاساسيات او الفندمنتالز اللي المفروض نعرفها في البرانش uh, دوت ثيرمو uh, بداية لازم نعرف الأول importance of uh, energy uh, in our life or importance of energy for living uh, organisms. Uh, living organism can't move without uh, energy. ذا كلام أخدته في الساينس uh, زمان. Uh, the heat energy is necessary for uh, cooking. Uh, produced uh, uh, energy, uh, natural gas used as fuel for uh, cooking. Uh, all activities uh, of living organism need energy which produced from burning of sugar inside our bodies كلكم عارفين واخدين قبل كده في ساينس الانرجي اللي بيحصل عليها الانسان بيجيبها منين بيحصل بيرنينج للفود انسايد سيلز اوف ليفنج اورجانيزمز thermodynamics ساينس uh, which study انرجي اند هاو تو ترانسفير ساينس which study energy and how to transfer it. اللي احنا عايزين نفهمه بقى كويس جدا في الكيمستري عندنا وهنحتاج جدا في اليونت ده كلمة سيستم. سيستم مش معناها هنا بالمعنى التكنولوجي اللي كلكم عارفينه لكن السيستم هنا معناها التولز او الادوات اللي انا بستخدمها في اللاب. ففي عندنا سيستمز هنا في تايبس اوف سيستمز. There are three types of systems. في منها Open system و closed system و isolated system Open, closed and isolated Open system اللي هو it exchanges energy and matter with surrounding There is exchange يحصل تبادل Exchange of energy and matter with surrounding closed system There is exchange in energy only, no exchange of uh, matter. isolated system, there is no exchange neither energy nor uh, matter. هندي مثال بسيط كده عشان نفهم منه الاوبن سيستم زي لما يكون واحد مثلا معاه هوت تي مثلا في جلاس كاب واوبن مفتوح. فلو سيبته في الهواء ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي بعد كده التمبريتشر اوف

النسكافيه بتاعنا وبيعمل له كفرد فبنلاقي هنا بيحصل ذير از اكسشينج ان انرجي نوت اكسشينج اوف ماتر لكن الايزوليتد زي الفكره بتاعت الترمس تورموس عندنا بيحتفظ بالهوت درينك اللي فيه فور لونج تايم فهنا بنسمي ده ايزوليتد سيستم يبقى السيستم عندنا هنا فيه اوبن سيستم كلوزد سيستم ايزوليتد سيستم اللي بنشتغل بيه في اللاب عندنا هنا ايزوليتد سيستم اللي بنسميه الكالوروميتر واللي هنتعرف عليه ان شاء الله المرات القادمه يبقى السيستم عندي هنا اوبن سيستم كلوزد سيستم ايزوليتد سيستم اوبن سيستم ذير از اكسشينج اوف انرجي اند ماتر كلوزد ذير از اكسشينج اوف انرجي نوت اكسشينج اوف ماتر ايزوليتد ذير از نو اكسشينج نايذر نايذر انرجي نور ماتر دي كانت اول حاجه بنتعرف عليها في السيستم ده اللي احنا هنشتغل بيه ان شاء الله بنتعرف كمان هنا على نقطه مهمه جدا بما اننا بنتكلم على الهيت انرجي فاحنا عايزين نعرف اليونتس اوف هيت انرجي وات ار ذا يونتس اوف هيت انرجي ذير ار تو يونتس اوف هيت انرجي كالوري اند جول واتس ديفرنس بتوين كالوري اند جول كالوري is the quantity Of heat required to raise temperature of one gram of water one degree centigrade. Energy required to raise temperature of one gram of water one degree centigrade or from 15 to 16. But joule energy required to raise temperature of one gram of water one over four point eighteen four degrees centigrade. ال1 جرام اوف ووتر يا جماعه كانها كده 1 سنتيمتر كيوب عارف لو لو بتعرف طبعا كلكم عارفين السيرنج تمام لو بصيت فيها 1 ملي منها اللي هي 1 سنتيمتر كيوب ديت هي بتبقى تعتبر 1 جرام من الووتر يعني معنى كده ان الكالوري ده فيري فيري سمول اماونت اوف انرجي علشان كده دايما بنتعامل بالكيلو كالوري يبقى الكالوري او بنسمحنا السعرات الحراريه الكالوري اماونت اوف انرجي ريكوايرد تو ريز تمبرشر اوف 1 جرام اوف ووتر 1 ديجري سنتيجريد ولكن جول تحتاج الهواء لإعادة مرور 1 جرام من الهواء 1 أكثر 4.18 ديجري سنتيجريد لذلك هناك علاقة بين كالوري و جول كالوري يقارب 4.184 جول كالوري يقارب 4.184 جول يعني تقريباً الكالوري قد الجول حوالي 4 مرات كيلو كالوري ايكوال 1000 كالوري كيلو جول ايكوال 1000 جول وانتم عارفين طبعا في الفيزيكس ان الكيلو معناه 1000 على طول كيلومتر متر كيلو جرام كيلو جول كيلو كالوري كيلو يعني 1000 يبقى كيلو كالوري 1000 كالوري كيلو جول 1000 جول هاو كان يو كونفيرت اتش اوف ذيم تو اذر وي كان كونفيرت كالوري تو جول اند جول تو كالوري فروم كالوري تو جول تايمز 4.184 لو عايز احول من كالوري لجول يبقى تايمز 4.184. لو عايز احول من جول لكالوري يبقى ديفايدد 4.184. زي ما هنشوف في البروبلم اللي جاي دلوقتي على طول عشان نعرف هاو كان يو كونفيرت كالوري تو جول، جول تو كالوري، اند كيلو كالوري تو جول، كيلو جول تو كالوري اند فايس فيرز. ليتر ايه؟ 5 كالوري ايكوال سبيس جول علشان احول ال5 كالوري هنا لجول يبقى 5 كالوري 5 تايمز 4.18 4 سو 5 كالوري ايكوالز 20.92 جول لتر بي 30 جول ايكوال space كالوري هاو كان يو convert جول تو كالوري 30 divided 4.18 4 equals 717 calorie to convert the calorie into joule times joule into calorie divided letter c 20 كيلو كالوري ايكوالز سبيس جول علشان احول بقى الكيلو كالوري لجول لازم احولها لكالوري الاول يعني لازم اتخلص من الكيلو دي يبقى هنا 20 تايمز 1000 خلاص بقت بالكالوري then times 4.184 يبقى 20 كيلو كالوري تو جول 20 times 1000 كده بقت بالكالوري بعد كده تايمز 4.184 كده حولتها لجول على طول العكس 50 كيلو جول بس عايز احولها لكيلو كالوري من 50 كيلو جول لكيلو كالوري طب ما انا بدل ما اقول تايمز 1000 وديفايدد 1000 ما انا ممكن اطير الكيلو مع الكيلو اكنسل الكيلو مع الكيلو فلما نكنسل كيلو مع كيلو على طول يبقى 50 ديفايدد 4.184 4 بدل ما اضطر ان انا اقول تايمز 1000 في الاخر برضه ديفايدد 1000 يبقى فروم كيلو جول تو كيلو كالوري كانها فروم جول تو كالوري 30 ديفايدد 4.18 4 كيلو كالوري تو كيلو جول نفس الحكايه برضه هنكنسل الكيلو يبقى كاني بحول من كيلو لجول يبقى 25 تايمز 4.18 Four equals one zero four point six kilo So we can convert calorie to joule, joule to calorie, kilo calorie to joule, kilojoule to calorie, kilo calorie to kilo joule, kilo to kilo calorie. There are two units of heat energy: calorie and joule. Calorie equals four point eighteen four. جول يبقى احنا عندنا التو يونتس هنا الهيت انرجي اللي هنشتغل بيها في اليونت ده كله على بعضه دايما الكالوري والجول ذير از فيري امبورتنت بروبرتي كولد سبيسيفيك هيت التيبل اللي قدامنا دوت بيجيب لي هنا السبستانس والسبيسيفيك هيت بتاعتي يعني ايه سبيسيفيك هيت زي ما شفنا هنا كوانتيتي اوف هيت ريكوايرد تو ريز تمبريتشر اوف 1 جرام اوف اني سبستانس 1 ديجري سنتجري quantity of heat required to raise temperature of one gram of substance مش water any substance one degree centigrade it's called the specific heat لو بصينا للتيبل اللي قدامنا دوت هنلاقي ان الالومنيوم كربون كبر ايرن ووتر اند ووتر فيبر اتش اوف ذيم هاز سبيسيفيك هيت سبيسيفيك هيت از فينجر برنت يعني كل سبستانس ليها سبيسيفيك هيت سبيسيفيك for it. الومنيوم its specific heat 0.9 carbon specific heat 0.711 uh, copper specific heat 0.385 iron 0.444 water 4.184 water vapor 2.01 measuring unit of specific heat وهنعرف اليونت ده جه منين بعد شويه جول بير جرام دوت ديجري سنتجري measuring unit of specific heat لأن energy required to raise temperature of one gram of any substance one degree centigrade لو بصينا في الـ table هنا هنلاقي إن the smallest one أقل substance فيهم في specific heat هو الكبر طيب والsubstance لما يكون عندها small specific heat اللي بيحصل تبقى absorb heat rapidly and lose it rapidly تسخن بسرعة وتبرد بسرعة عشان كده نلاحظ ان الكفر دايما بتاع البوتجاز عندنا في البيت معمول كله من الكبر. ليه؟ عشان يسخن بسرعه ويبرد بسرعه. محتاجين البوتجاز يسخن بسرعه ولما نطفيه برضه يبرد بسرعه. فعشان كده كل الكفر ده معمول من الكبر بيكوز كبر هاز سمول سبيسيفيك هيت. يبقى السبستانس اللي عندها سمول سبيسيفيك هيت تمام ابزورب هيت رابيدلي اند ريليز ات رابيدلي. و سنعرف ايه حكاية specific heat في البروبلمز اللي القادمة uh, now uh, we can calculate quantity of heat quantity of heat absorbed absorbed or released quantity of heat equals mc delta t q quantity of heat absorbed or released Absorbed in endothermic, released in exothermic. Q equals mc delta t. m means mass of substance. c means specific heat. Q quantity of heat absorbed or released, and it's a measuring unit joule. m mass of substance, it's a measuring unit gram. دلتا تي difference in temperature t2 minus t1 measuring unit degrees centigrade t1 initial temperature الحرارة اللي ببدأ بيها t2 final temperature درجة الحرارة اللي بنتهي بها initial and the final difference between them دلتا تي c specific heat it's measuring unit joule per gram dot degrees centigrade now we can calculate كمية الحرارة التي تم أو ترسلها باستخدام هذه المعارضة الماثماتية Q اكوالز M C دلتا تي أول مشكلة ادفع 1 مول من الامونيوم نيتريتز في عدد من الهواء تنفيذ المساعدة بسلوك 200 مليل من الهواء You notice that the temperature decreases from 25. You notice that the temperature decreases from 25 degrees centigrade to 17 degrees centigrade. Temperature decreases from 25 to 17. So T1, initial temperature, equals 25. Final temperature equals 17. And the mass equals 100. because density of water equals one density equal mass over volume. لما يكون ال density عندي equal one يبقى الماس هي هي ال volume دي specific for water. يبقى 100 ملي من ال-water هي هي 100 جرام. Uh, calculate the quantity of heat accompanied this dissolving process. يبقى هو عايز هنا ال Q اللي هي ال quantity of heat. mathematical relation عندي هنا بتقول لي ال Q equals m c delta t. M mass of substance equals 100 gram. C specific heat of water it uh, equals 4.184. T2 17. The temperature decreases from 25 to 17. From to. T1 25 with T2 17. لأنه قال لي decreases from 25 to 17 يبقى T2 17، T1 25. So Q equals negative 3347.2 جول يبقى نلاحظ هنا إن T decreases uh, from 25 to 17 يبقى T1 uh, 25 وال T2 17 يبقى temperature decreases علشان كده الكوانتيتي quantity of heat طلعت عندي هنا بالنيجاتيف negative 3347.2 3, uh, joule Q equal mc delta t m 100 c 4.184 t uh, 217 t1 equals 25 so the quantity of heat uh, equals negative 3347.2 3, joule second problem dissolve 1 mole of sodium hydroxide in an amount of water complete the solution volume to 500 milli يبقى اتفقنا خلاص ان ملي بالنسبه للووتر هي نفسها الجرام 500 mL يبقى M equals 500 واكيد طالما ووتر يبقى السي بتاعتها 4.184. The temperature increases from انكريزس يعني زادت والتانية كانت ديكريز لو تفتكر طالما قال لي هناك ديكريز بقي الكيو بالنيجاتيف هنا انكريز بقي الكيو تطلع معايا بالبوزيتيف. increases فروم 25 to 40 degrees centigrade. so t1 equals 25, t2 equals 40. so q equals mc دلتا t. m 500 times 4.184 times t2 40 t1 equals 25. So Q equals 313Z380J. الكيو هنا تطلع معايا بالبوزيتيف ليه؟ لأن هنا حصل هنا increase ان in temperature from 25 to 40. لو بصينا للبروبلم اللي فاتت أهي قال لي هنا decrease from 25 to 17. يعني هنا كانت T2 less than T1 والسكند بروبلم T2 more than T1. عشان كده أنا في اللاب لما باجي اعمل ميجرنج للتي 1 والتي 2 بقدر اعرف منها اذا كان الرياكشن ده اكزوثيرميك ولا اندوثيرميك او الديسوليوشن ده اكزو اور اندو اكوردنج تو تي 1 اند تي 2 تي 1 انيشال تي 2 فاينل ديفرنس بتوين them ايكوالز دلتا دلتا تي بروبلم نمبر 3 سامبل ابزوربت فروم ان نون سبستانس with a mass of 155 gram of heat of 5700 joule. يعني هو هنا مديني بقى الكيو الكوانتيتي quantity of heat 5700 so the temperature raised from 25 degrees centigrade to 40 degrees centigrade calculate its specific خلي بالك بقى, بقى هنا هو ما ادانيش هنا T1 ولا T2 هو قال لي ان temperature increased او raised from Uh, uh, 25 to 40 سوري 25 to 40 هو هنا مديني التي1 والتي2 بس هنا مديني الكيو امال هو عايز ايه؟ عايز هنا كالكوليت سبيسيفيك هيت يبقى هو هنا غير في البروبلم اللي فاتت كان طالب مني الكيو مديني من ام تي1 uh, وتي2 وام والسي هنا مديني بقى التي1 والتي2 والام والكيو وطالب مني هنا سبيسيفيك هيت برضه بايوزنج ذا سيم ماثيماتيكال ريليشن كيو ايكوال ام سي دلتا تي كيو ايكوال 5700 بعرفها منين من الميجرنج يونت جول آه الام 155 برضه الميجرنج يونت هنا جرام 155 جرام السي هنا بقى عندي انون تمام السبستانس غير الوتر هنا تي 2 40 والتي 1 25 لو عملنا هنا substitution في الماثيماتيكال ريليشن ديت نقدر نطلع السي هنا تطلع 2.45 جول بير جرام دوت ديجري سنتجريد يعني في الفيرست بروبلم هنا كان طالب مني هنا الكيو تمام عشان نعرف بس الساينتيفيك اي هنا كان طالب مني الكيو ومديني ال t 2 ليس ذان تي 1 سكند بروبلم طلب مني الكيوم مديني t 2 مور ذان تي 1 يعني واحد منهم اندو والتاني اكزو البروبلم نمبر 3 اداني كل حاجه وطلب مني سبيسيفيك هيت اللي هي السي طلعت سبيسيفيك هيت هنا 2.45 جول جرام دوت ديجري سنتجريد ان شاء الله نكمل مع بعض افكار البروبلمز والاكزوثيرميك والاندوثيرميك السيجن اللي جاي ان شاء الله شكرا جزيلا